إلى الملف الفلسطيني والحديث عن حديث كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس عن قرب إتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى. الجناح العسكري لحماس نشر رسالة قصيرة توعد أو تعهد فيها باقتراب موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الجديدة، وذلك في ذكرى مرور عقد على صفقة وفاء الأحرار عام 2011. ولم تعطي كتائب عز الدين القسام أي تفاصيل جديدة حول حدوث تقدم في المباحثات غير المباشرة التي تجري مع الاحتلال عبر الوسيط المصري. لمناقشة هذه التطورات أرحب بالكاتب والإعلامي الفلسطيني أستاذ سليم الشرفة معي من غزة. أهلا بك أستاذ سليم. بداية، هذه الرسالة لكتائب القسام وما ورد فيها في ذكرى مرور عقد من الزمان على صفقة وفاء الأحرار، ما هي أبرز معالم هذه الرسالة أو ما ورد فيها من وجهة نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. حقيقة اليوم هو يوم تاريخي لشعبنا الفلسطيني الذي يحتفل في هذه الذكرى، الذكرى العاشرة لصفقة وفاء الأحرار، هذه الصفقة المشرفة التي تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسير وأسيرة من سجون الاحتلال. هؤلاء الأسرى الذين خرجوا خلال هذه الصفقة، صفقة وفاء الأحرار، بجهود كتائب القسام التي احتفظت بجلعاد شليط 5 سنوات على التوالي، وفشلت المنظومة الأمنية الصهيونية والمنظومة العسكرية خلال 5 سنوات بالوصول إلى أي معلومة، حتى لو كانت معلومة بسيطة عن شليط، حتى فشلت في الوصول إلى حقيقة مصير جلعاد شليط خلال 5 سنوات، حتى أنها طلبت من الوسطاء أن يكون هناك أي دليل حول أن شليط على قيد الحياة، حتى يتم بعد ذلك صفقة مشرفة التي تمت في مثل هذا اليوم عام 2011 في 18 من أكتوبر. خرج اليوم كتائب القسام تؤكد على المؤكد وتؤكد على ما بدأته وما تعهدت به لنفسها خلال السنوات الماضية، أن قضية الأسرى على أولويات هذه الحركة وعلى أولويات كتائب القسام، وأن ما لدى كتائب القسام من جنود ومفاجآت تحتفظ بها من أجل الإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال هي مفاجآت كبيرة. وهل هذا سليم، هل هذا هو الذي دفع حماس أن تكون رسالة حماس في هذه المناسبة أن تخرج من خلال الجناح العسكري لها كتائب عز الدين القسام وليس المتحدث باسم الحركة؟ نعم، في الحقيقة هذا الموضوع دائما حركة المقاومة الإسلامية حماس توليه اهتماما كبيرا، وتجعل الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وهي كتائب القسام، ونعلم أن كتائب القسام بجناح وحركة حماس بجناح العسكري كتائب القسام تحديدا، الكتائب هي المسؤولة عن هذا الملف وهي التي لديها العلوم بما يتعلق بعدد الأسرى وكيف يبدو وضعهم الأسرى الصهاينة في قطاع غزة وما هي المعلومات عنهم ومن يفاوض عليهم. هذا جزء يتعلق بكتائب القسام، لذلك كتائب الشهيد عز الدين القسام هي التي دائما تصرح بالتصريحات الخاصة فيما يتعلق بالأسرى، لأن هذا الجزء من المعادلة هو جزء يتعلق بالجناح العسكري لحركة حماس. وحقيقة أنا أريد أن أقول أنه لا اختلاف على الإطلاق بين ما تصرح به حركة حماس إذا خرج الكلام من ناطقها الإعلامي أو ما تصرح به كتائب الشهيد عز الدين القسام، فحماس هي القسام وقسام هي حماس، ولكن طيب. هذا الملف تحديدا الناس تحب دائما أن تسمع في مثل هذه التصريحات من الجناح العسكري لحركة حماس كتائب الشهيد عز الدين القسام، لأنه هو من أعلن، القسام هي من أعلنت رسميا خلال حرب 2014 أنها أسرت جلعاد شليط وهدار جولدن خلال المعركة. لذلك يحب شعبنا الفلسطيني أن يسمع من كتائب القسام التي دائما ما تخرج بمفاجآت وتصريحات تتعلق بهذا الجانب. سليم، هل قرأت بين السطور ما يعني يعطي أي معلومات حول حدوث اختراق حقيقي في المباحثات غير المباشرة مع الاحتلال عبر الوسيط المصري لتبادل الأسرى؟ نعم، حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن يعني تجاوزات أو خروقات أو اختراقات حصلت خلال المرحلة الماضية، يمكن أن نقرأ المرحلة السابقة التي كانت في عهد المفاوضات، في عهد عندما أسر الجندي جلعاد شليط. يعني مروان عيسى قبل فترة عندما كان في مقابلة على قناة الجزيرة تحدث عن مثل هذه حالة الغموض، وأننا كلما وصلنا إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات كانت دولة الاحتلال تتراجع لفترة أو تعقد الشروط، فكان هناك مفاوضات فيها شد وجذر
بشكل كبير. انا اعتقد انه نحن الان في مثل هذه المرحله، حركه حماس وكتائب يعني ممثله في كتائب الشهيد عز الدين القسام مصره على شروطها، تريد ان تبيض السجون من الاسرى، تريد ان تخرج الاسرى اصحاب المحكوميات العاليه، تريد ان يكون هناك صفقه يفرح بها شعبنا الفلسطيني وامتنا العربيه والاسلاميه، لان لديها مفاجات كبيره فيما يتعلق بالجنود الاسرى، وفي المقابل الاحتلال لديه ايضا شروط ولديه يعني كروت حمراء فيما يتعلق بالفراج. وهل تقرأ تصعيد ستكون اكثر تعقيدي؟ طيب هل تقرأ تصعيد الاحتلال لمعاملته السيئة للأسرى الفلسطينيين في السجون في سجون الاحتلال كورقة من أوراق الشد وليضغط على المفاوض الفلسطيني في ملف الأسرى؟ فيما يتعلق في موضوع الأسرى في سجون الاحتلال، نحن نعلم أن الاحتلال على سائر العام وفي مدار الأيام الماضية والسنوات الماضية لم يعامل الأسرى بطريقة حسنة أو طريقة طيبة، هو دائما يتعامل مع الأسرى بطريقة فظة، ولكن ما يحدث الآن داخل سجون الاحتلال هي كانت فرصة بالنسبة للاحتلال، لأن الاحتلال منذ زمن طويل كان يخطط ويريد إلغاء التنظيمات داخل السجون والفصل بين أبناء التنظيم الواحد داخل السجون. فعندما حصلت عملية نفق الحرية وخروج أسرى حركة الجهاد الإسلامي الخمسة بالإضافة إلى الأسير السادس عبر نفق الحرية، الاحتلال اتخذ هذه ذريعة من أجل أن يقوم بما يقوم به الآن داخل السجون من إلغاء التنظيمات، التنكيل بالأسرى، العزل الانفرادي لبعض الأسرى أو لعدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال، يريد أن يخلق واقع جديد. ربما يقرأ هذا على أن الاحتلال يريد أن ينتقم من الأسرى قدر الإمكان قبل الوصول إلى صفقة أو قبل الوصول إلى تفاهمات مع حركة حماس في قادم الأيام، ولكن نحن نريد أن نثبت هنا أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى دائما بهذه الطريقة لسنوات طويلة 20 و30 عام، يتعرض الأسرى لمثل هذه التنكيلات والاعتداءات المتواصلة. ربما إذا أردنا نتحدث الآن عن بارقة أمل، هناك كثير من التصريحات الإعلامية ربما هي غير رسمية صدرت من وسائل إعلام إسرائيلية أنه إسرائيل طلبت فعليا أنه يكون هناك تطمينات أو ضمانات حول أن الجنود لدى حركة حماس وخصوصا هدار جولدن وأرون أنهم على قيد الحياة، وطبعا هذه معلومات غير رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن ربما إسرائيل تريد أن تصل في هذه المرحلة إلى ما وصلت إليه في عهد الصفقة الماضية، وهي أن تطمئن على جنودها خصوصا الجنود الإسرائيليين الذين ينتمون إلى الدولة الإسرائيلية. هناك أسرى عند حركة حماس تعتبرهم إسرائيل يعني ليست إسرائيليين وليست جنود، ولكن هي تريد أن تدقق على هؤلاء الضباط الذين هم في جيش الاحتلال، تريد أن تطمئن حتى ربما نصل بعد ذلك إلى تقدم أكثر. كلام يعني مهم، لكن ما تقديرك لتحفظ حماس حتى الآن على إظهار أي شيء للعلن يعطي إسرائيل ما تريده، يعني أن تطمئن أن هؤلاء على قيد الحياة، وحتى للإعلام هل يعتبر ذلك كتكتيك من حماس لمسك أوراق قوة إضافية مع المفاوض الإسرائيلي؟ هو كذلك بالضبط. حركة حماس منذ اللحظة الأولى قالت لا يوجد أي معلومات بدون ثمن، حتى المعلومة فيما يتعلق بالجنود وحياتهم وأين هم وهل هم على قيد الحياة أم لا وماذا حصل معهم وكيف يأكلون وكيف يشربون، هذا كله بثمن. لذلك حركة حماس كان لديها شرط واضح في السابق، وهو أننا لن نتحدث عن تفاصيل أي صفقة ولن نتحدث عن ما حدث أو عن الجنود قبل أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الذين اختطفتهم وعادت اعتقالهم الذين كانوا محررين ضمن صفقة وفاء الأحرار أو ما سميت صفقة شاليط. لذلك حركة حماس اليوم متمسكة بأنها لن تفرج عن أي معلومة ولن تتحدث أي كلمة ولن يكون لها أي تصريح قبل أن تدفع إسرائيل الثمن. لدينا أكثر من 5000 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، لدينا أكثر من 500 أسير مؤبد في سجون الاحتلال، هؤلاء الأسرى لا يحلمون أن يخرجوا من السجن كما ترى إسرائيل، هناك عشرات النساء، عشرات الأطفال، يجب أن تكون كل معلومة بثمن. هذا ما تريد حركة حماس من هذه الصفقة، لا تريد أن تخرج أي معلومة أو تتحدث أي خبر أو أن تفاوض في أي مسار أو في أي طريق دون أن تفرج دولة الاحتلال أو أن تخرج ما لديها من الأسرى هؤلاء الذين قضوا زهرة شبابهم في السجون. لذلك هذه ما لدى المقاومة هو شيء كبير، ولكن كل شيء بثمن، هذا هو شعار المقاومة. لن تفرح إسرائيل، هذه الدولة المارقة التي سرقت الأرض وتعتقل أبناءنا، لن تحلم على الإطلاق بأن يفرج عن أي معلومة قبل أن تدفع ثمن المعلومة، قبل أن تدفع ثمن جنودها داخل أسر المقاومة. الكاتب والإعلامي الفلسطيني سليم الشرفة، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.